في قلب مدينة تعز لا تزال ساحة الحرية متوقدة تحتضن المناسبات خصوصا شعائر العيد، فهنا يلتقي أبناء المدينة وتصدح التكبيرات، حيث يبتهج الجميع فرحا بمناسبة عيد الفطر واستذكار مراحل النضال التي يخوضونها للدفاع عن المدينة من انقلاب الميليشيات. للشعب اليمني بشكل عام ارتباط وثيق، ارتباط روحي، ارتباط سياسي، ارتباط نضالي بساحة الحرية. بساحة الحرية، ساحة الحرية منطلقات وطن، أسس بناء وطن. في ظل أزمة معيشية صعبة تسببت بها حرب الانقلابيين ومضاعفاتها على الأهالي، تبقى تعز صامدة في معترك الحرب متعددة الأوجه، إذ يحاول الناس هنا صنع الابتسامة وإن بدت ممزوجة بمرارة الوضع الراهن، لا سيما مع متطلبات العيد التي أرهقتهم. هذه الأرواح التي خرجت لتحتفي بهذا العيد في ظل وضع صعب تعيشه مدينة تعز، في ظل حصار خانق تفرضه ميليشيات الحوثي على هذه المدينة. احنا السنة الخامسة حصار وحرب، لكن تظل تعز تدير ظهرها للحرب وتعيش وتنتصر، تصنع أجواء عيدية رغم الحصار رغم الحرب منذ 5 سنوات. يعني الآن واحنا في ساحة الحرية وفي قصف في الجهة الغربية للمدينة أيضا من الاتجاه الغربي، لكن لأنها تعز تحتفل مهما كان، تعز عصية، لذلك سنكسر كل حصار بثبوت أبنائها الطواقم للحياة والحرية والثورة. مناسبات عديدة تمضي ولا تزال المدينة تعاني حربا وحصارا تفرضهما الميليشيات الانقلابية، وهو ما يجعلها مناسبات منقوصة يأمل السكان أن تكتمل بانتهاء الحرب في أقرب وقت ليشعروا معها بالسعادة وعودة الحياة إلى طبيعتها. أداء شعائر صلاة العيد هنا عادة تحتفظ بها ساحة الحرية منذ 8 أعوام، إذ لم تقتصر فقط على الصلاة بل صارت مناسبة للقاء الأقارب والأصدقاء وإحياء طقوس المناسبة بعبق النضال من أجل الحرية. حمزة أمين، قناة بلقيس، من ساحة الحرية تعز.